يا محمد. الو، مساء الخير. مساء النور. عاملين ايه؟ ازيك انت يا محمد، عامل ايه؟ الحمد لله رب يا العالمين. محمد، انت على طول في النادي كده، ماشي رايح جاي في النادي، ما بتروحش البيت خالص؟ ما بيروحش؟ لا لا ما بيروحش. لا لا، ما بفكرش اعمل الموضوع ده. انا مش سامع بس. ماشي ماشي في النادي على طول، وقاعد بياكل على طول، صح يا محمد؟ الله 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 الله. انا مراقباك، انا براقبك وهراقبك. الحاجات دي منين؟ انا بشوفك في النادي. انتوا جايبين الحاجات دي منين؟ ابقى اقول لك لما اشوفك في النادي. عامل ايه؟ الحمد لله. معايا الفنان الجميل كريم عبد الخالق، وانا عارفه ان انتوا صحاب جدا طبعا. جدا جدا طبعا ده حبيبي. طبعا طبعا طبعا. يعني عايز اقول لك، انا يعني ما اسعدنيش الحظ طبعا ان انا اشتغل معاه في مشاهد بيني وبينه، بس عايز اقول لك بجد، بتكلم بامانه، كريم من الناس المحترمه جدا 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 جدا، ده على المستوى الشخصي. ربنا يخليك. على المستوى المهني بقى، انا عايز اقول لك، انا اول ما قابلته كان في عيد ميلاد احمد اخويا. انا مش من عادتي ان انا اروح لحد واسلم عليه انا ما اعرفوش وكده. ده حقيقي. يعني ده كده. والله العظيم رحت له عشان كنت شفته من قبل ما اشتغل، ده كان الجزء الاولاني، انا اشتغلت في التاني. رحت له قلت له بجد ما شاء الله عليك، انت هايل. ربنا يعني خليك. ربنا يحفظك. بجد انا كنت بشوف كريم كان بيعجبني جدا 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 من قبل ما اشتغل اصلا معاهم خالص. تعليقك ايه، او انت كمشاهد بقى، كمشاهد فنان، رايك ايه في دوره في مسلسل الاب الروحي يوسف العجمي؟ انت عجبك الـ 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 الاداء جدا، وعمل نفس الموضوع برضو ظابط رائد خيري. هو ظابط يعني من الشخصيات اللي هي تحسيها نمطيه شويه، فلما حد يعمل دور ظابط ويعجبك تاكدي تماما ان هو ما دخلش في الحته دي خالص. الراجل ده عمله باحترافيه، الراجل ده عمله صح، عرف يمسك الشخصيه كويس وعرف يحولها كويس، بحيث ان الناس كتير ما تشوفش ده ظابط. فده عادي شغل بقى السيجاره، وان انا بزعق على طول، وان انا بشخط، وان انا متنشن وواخد في نفسي قلم عشان ظابط والكلام ده، لا هو عمله بسلاسه جدا. يعني بجد انا حبيته جدا جدا في الدور ده، وما شاء الله عليه. هو بجد مش يعني انا شهادتي طبعا مش هتعلي ولا تنقص طبعا، بس بجد انا من قبل ما اعرف كريم وشفت الدور بجد ما شاء الله عليه، الله اكبر. يعني هو ممثل انا ما اقدرش اتكلم. يعني حبيبي محمد، والله ربنا يبارك لك. هو عيب بس الوحيد ان هو زملكاوي، يعني دي حاجه طبعا. يعني مش هنقدر بقى. شكرا شكرا يا محمد جدا على المعلومه. مشكلتي معاه في الموضوع ده، بس ده مشكلتي ومتعصب كمان. شكرا. ده الاهلاويه على الفيسبوك كمان. انت وقعت. بدور مع واحد صاحبنا قبل كده وكان لابس تيشيرت احمر، صاحبنا ده فراح مخبي، يعني بص الغل وصل لايه، عايز يخبي العلامه بتاعت النادي. يعني هقول له ايه؟ هو متعصب كمان؟ للاسف للاسف. يعني دي حاجه عايز اقول لك، ده على طول دايما بيحصل بينا مشاكل بسبب الحوار. لا خلاص ماشي، هو في ايد امينه دلوقتي يا محمد. انا بشكرك جدا. شكرا. احنا نخلص خلاص كده، نخلص بقى يا صح حبيبي. ندخله بقى لما نجيب لهم بقى شويه لقطات كده مثلا، يتفرجوا بقى على الاهلي بيعمل ايه، عشان بس يعرفوا ان الراجل ده في حته غلط خالص. طب اخباره ايه على صفحته على الفيسبوك؟ يعني برضو من الناس اللي بتعبر كتير يعني عن حبها وكرهها والكلام ده. مصدق بقى، يعني حق ربنا يتقال، ما بيصدق اكتر واحد بيشمت فينا. ماشي تمام تمام خلاص ماشي. اهلاوي صميم انت يا محمد، حرمش منك على اخويا حبيبي. طبعا طبعا انت اخويا حبيبي يا كيمو، بس ما اقدرش برضه النادي الاهلي، انت فاهم ده يعني فوق الجميع. الانتماء. ربنا يخليك يا محمد، وبجد جود لك، وبتمنى لك كل التوفيق، وسلم لي على عيلتك الجميله. ميرسي جدا.